سيادة السفيرة نجوى إبراهيم رئيس مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية والخدمات. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يعني بتشوفي حضرتك أين وضعت مصر خريطتها لتمكين المرأة بين دول العالم؟ أولا مساء الخير عليكم. لا إنها لما نقول مصر وضعت المرأة فهي وضعت المرأة تقريبا في أعلى المراتب أو أعلى المراكز اللي كانت ممكن تطمح فيها في خلال السنين السابقة، سواء على المستوى الاقتصادي، المستوى السياسي، المستوى الصحي، على جميع المستويات، حتى المستوى التنموي، على جميع المستويات المرأة أخذت حقوقها بالكامل والحمد لله، سواء برلمان، سواء نيابة، سواء محافظ، سواء وزارة، في كل الأماكن إحنا أخذنا الحمد لله السيد الرئيس حطينا في إدانا حقوقنا كاملة والحمد لله. سيادة السفيرة، يعني بتشوفي أداء المرأة حينما توضع في موقع مسؤولية كبير زي ما حضرتك تفضلتي، كوزيرة، كمحافظ، كنائبة في مجلس نيابي، كقائدة رئيسة جامعة، بتشوفي أدائها بيمثل إيه أو بينعكس إزاي على حماسها ومحاولتها الدائمة، ودي تقريبا طبيعة فيها، لإثبات أنها قادرة وأنها كفء؟ متهيألي أنتوا اللي ممكن بقى تحكموا النيابة الإدارية، انتوا بقى اللي ممكن تحكموا عليها في الوضع دوت. لا، هي كل الاماكن اثبتت نجاحها، اثبتت ان هي كان اختيارها اختيار صائب في اي مكان اتحطت فيه، والحمد لله على جميع الاماكن اللي احنا اتكلمنا عليها، في الجامعه، في النيابه، في الصحه، في التعليم، في الحقوق الماليه، التضامن، في تعاون دولي، تخطيط اي حاجه. لا، هي اثبتت ريادتها للمكان ونجاحها فيه طبعا الحمد بشكرك. لله. بشكرك جدا سياده السفيره نجوى ابراهيم، وحضرتك نموذج مشرف ايضا. سياده السفيره نجوى ابراهيم رئيس مؤسسه المراه المصريه والافريقيه للتنميه والخدمات، شكرا جزيلا.